فنان مصري يتهم زوجته الإعلامية بالجمع بين زوجين. فجر الممثل المصري محمد غنيم صاحب 60 عاما مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن قدم بلاغا في المذيعة رانيا الجبالي يدعي فيه أنها زوجته متهما إياها بالجمع بين زوجين، وقدم وثيقة زواجهما، وهو الأمر الذي أحدث حالة كبيرة من الجدل في الشارع المصري. واستدعت نيابة شمال الجيزة الطبيب البشري والممثل محمد غنيم، والذي تقدم ببلاغ يتهم فيه زوجته المذيعة رانيا الجبالي بالجمع بين زوجين لسماع أقوالها في الواقعة. كما طلبت النيابة فحص وثيقة الزواج التي قدمها الممثل لبيان مدى صحتها. وكان قسم شرطة العجوزة تلقى بلاغا من الفنان المصري محمد غنيم بتضرره من زوجته لجمعها بين زوجين في وقت واحد. وكشفت التحريات أن بلاغ الزوج تضمن أن زوجته قامت بالجمع بين زوجين، واكتشافه عدم صحة وثيقة زواجه منها عن طريق مأذون أحضرته هي من شبين الكوم. وأضاف في بلاغه أنه اكتشف زواجها من شخص آخر، وأن عقد الزواج بينهما غير صحيح. وقالت رانيا الجبالي المذيعة بقناة العائلة في قطاع القنوات المتخصصة إنها تتابع بصحبة محاميها عمر حجاز البلاغ الذي تقدم به الممثل محمد غنيم الذي يدعي زواجه منها ويتهمها بالجمع بينه وبين زوج آخر. وقالت رانيا في تصريح إنها لست زوجة لمقدم البلاغ، وإنه دائم المطاردة لها، وإنه عرض عليها الزواج لكنها رفضت حسب قولها. وأشارت إلى إنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية ضده لحفظ حقوقها تجاه ما وصفته بالأكاذيب التي يروجها عنها. وتابعت مذيعة قناة العائلة أن فرق السن بيني وبينه لا يقل عن 20 عاما وإنه لا يناسبني، مؤكدة أن كل محاولاته لتشويهها لن تنال منها، خاصة إنها حسب قولها تمتلك أدلة دامغة على كذب حديثه عنها. ويذكر أن الممثل المصري محمد غنيم قدم بلاغا في المذيعة رانيا الجبالي الذي زعم إنها زوجته واتهمها فيه بالجمع بين زوجين. ونفت المذيعة في تصريحات خاصة ما قاله، موضحة إنها لست زوجة له، وإنه دائم المطاردة لها، وإنه عرض عليها الزواج لكنها رفضت حسب قولها. ونستعرض خلال السطور التالية 5 معلومات عن الممثل المصري محمد غنيم. الممثل المصري محمد غنيم هو طبيب في الأصل، وتخرج من جامعة الزقازيق، وحصل على دكتوراه في الباطنة، وقدمه المخرج محمد علي، وشارك في مسلسل أهل كيرو، وشارك بعدها في عدد من المسلسلات منها دوران شبرا وحكاية حياة والهروب. كما شارك في مسلسل الأسطورة مع الفنان محمد رمضان. وخلال أحداث العمل اكتشف خيانة زوجته وقرر الانتقام منها. خاض السباق الرمضاني الماضي ب5 مسلسلات، وهم مسلسل ولد الغلابة وسوبر ماريو والآخر نفس، ومسلسل بركة، ومسلسل هوجن. فارق العمر بينه وبين المذيعة رانيا الجبالي التي اتهمها بالجمع بين زوجين هو 20 عاما.